السلام عليكم. اليوم هنتكلم على المستشفى الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الجزائر ممثلة في وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ودولة قطر الممثلة في سفيرها بالجزائر، حيث أن هذا المشروع الهام سوف يتم إنجازه في مدينة الجزائر، وسوف يكون في منطقة هنا نشاهد مدينة سيدي عبد الله، وهذا هو الموقع نتاع المستشفى الجديد هذايا الذي سوف يتم إنجازه بالشراكة مع ألمانيا وبتمويل من بنك الاستثمار القطري. وهنا نشاهد الموقع نتاع المستشفى هذا ومدينة سيدي عبد الله هنا بالقرب. في الحقيقة الموقع هذا جميل وجيد، والقرب هنا من مدينة زيرالدا كذلك وسطوالي من هنا باتجاه الشمال. إذن المستشفى هذا على حسب نشوفوا هنا يعني منبع آخر، نوتروسوس دانفورماسيون تتكلم عن الموضوع هذا. هذا هو موعد جاهزية المستشفى الجزائري القطري الألماني. إذا المستشفى هذا سوف يكون بسعة 400 سرير، وسوف يتكفل بكل الاختصاصات اللي سردتها وزارة الصحة في الجزائر واللي فيها نقص هنا في الجزائر في المستشفيات الموجودة حاليا. وكذلك سوف ينطلق أو سوف توضع، يعني هنا نشوف في مجلة الخبر، هنا موقع الخبر، نشوف أن المشروع هذا سوف تنطلق أو توضع الحجر الأساس نتاع المشروع هذا في بداية شهر نوفمبر هذا الجاي، يعني في بضعة أيام سوف توضع الحجر نتاع الأساس نتاع الانطلاقة نتاع المشروع هذا القطري الجزائري الألماني اللي سوف ينجز في مدينة سيدي عبد الله. إذن واللي المشروع هذا سوف على حسب ما تصرح به سوف يكون جاهزا في غضون سنتين، يعني في حدود على حدود نهاية سنة 2025 يكون هذا المشروع نتاع هذا المستشفى الكبير تاع 400 سرير جاهز. وهذا المشروع يدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية الموجودة بين الجزائر وقطر، وهو كلبنة لمجموعة من الاستثمارات اللي قامت بها قطر في الجزائر، وخاصة في ميدان يعني في ميدان الحديد والصلب بمركب بلارة وبعض المشاريع الأخرى في ميدان استثمار سياحي واستثمارات أخرى. إذا مباشرة سوف يوضع الحجر الأساس في مطلع شهر نوفمبر كما قلت في هذه في مدينة سيدي عبد الله، وسوف يكون باستثمار قطري وبإنجاز ألماني مع تقنيات ألمانية مع دولة ألمانيا. وهذا المشروع يضاف إلى مشروع آخر كذلك، مشروع مستشفى آخر ذات 350 سرير مع الولايات المتحدة الأمريكية، واللي سوف ينجز في بلدية مفتاح في ولاية بوليدة. وإن شاء الله المزيد من هذه المشاريع في كل القطر الوطني. وأكتفي بهذا القدر، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.